بسمة، نعم. ايضا شنو اغرب الحالات اللي مرت عليكم بخصوص الابتزاز؟ اذا الابتزاز الالكتروني يعني يوم نقول هذه القضيه غريبه، ثاني يوم اغرب، ورا فتره اغرب، مستمره يعني، ومستمره يعني الجهل، ارجع واكرر الجهل او الثقه الزايده يعني، واللي يعني صدق يصير غضبنا انه المبتز او اللي يتعرض، العفو، الضحيه لسنوات هو متعرض لابتزاز، احدى الضحايا اللي قريبه لابتزاز لسنوات، الا ما وصل لمرحله انه ينتحر، ينشر اللي عنده. هو يعني واحد من الضحايا يعني مراهق زين، من هو صغير لحد ما واصل مرحلة من يعني 17-18 سنة، هو يبتز به لينشر له، ماخذ يعني ماخذ يعني شلون غلط، اي موقف، مقاطع من مقاطع مثلا، لا مو مقاطع مخله، لا هيك مثلا بيناتهم، بس هو صبي او طفل صغير زين. فما يعرف خطوره وحجم اللي عنده، يقول له هذا راح اوديه لاهلك واهلك راح ياذوك، فمخليه شنو يريد يسوي له، شنو يريد لسنوات، لحد ما وصل لمرحله انه ينتحر. شوف يعني خلال مرحله، وصل مرحله الانتحار بهذه اللحظه، وقع على نفسه وبلغ امه اتصلت بينا بالشرطه المجتمعيه، والحمد لله يعني عالجنا القضيه، لكن بعد ما انه الولد يعني حتى صارت بمثل الحاله النفسيه طبعا.